عندنا بقى كلمتين من تصريحات سواريش النهارده ادلى بيهم للموقع الرسمي للنادي الاهلي. شكرا لكم جميعا، فهو فخر لي ان اكون هنا. اشكر الاداره على ثقتها فيا، وعدهم باني ساعطي كل شيء واني ساعمل بطموح كبير من اجل النادي الاهلي. وكيل أعمالي عرض علي أنه في إمكانية الحديث مع إدارة النادي الأهلي، وأنا سعدت لذلك لأنه أحد أكبر الأندية في أفريقيا والعالم. كنت سعيد وتحدثنا عديدا واجتمعنا عديدا مع الإدارة، وأعجبهم أسلوبي في التدريب، وحضرت هنا بسعادة كبيرة من أجل أن أمثل أكبر نادي في أفريقيا، وكنت سعيد بدعوة النادي الأهلي. كان لي أهداف طلبات خاصة، وقبل أي شيء كان هدفي ليس هو تغيير إحداث تغيير كبير بالنادي، ولكن كان هدفي هو الإضافة. فالأهلي فوق الجميع، وكان مهم جدا أن أوضح أهمية الجهاز الفني، هو يعتبر أهم شيء بالنسبة لي. فالجميع يعرف الجهاز الفني لدي، والجميع يعرف ما هو حجم النادي الأهلي وما هو حجم فريق النادي الأهلي. فكان من المهم أن أوضح لهم أن الجهاز الفني لابد من الحضور، لأن الوقت قصير أمامنا، شهرين على نهاية الموسم، ومن المهم أن نفوز بالألقاب، فنحن أمام 3 ألقاب، وأن نكون أبطال ونعيد اللقب للنادي الأهلي، فهو فريق كبير وله حق أن يفوز بالألقاب.